مورد واحد من هذه الموارد ما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق وإشراف شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة أعزائي المجلد 17. انظروا إلى الرواية، الرواية عن قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقد كرر ذلك الإمام أحمد بن حنبل في كتابه، وقد قرأنا مرارا من شيخ الإسلام من الشيخ ابن تيمية أنه قال بأن الإمام أحمد بن حنبل لم ينقل ضعيف حديثا ضعيفا أو مرسلا أو معلولا في ماذا؟ في مسنده. ولكن مع ذلك يقول المحقق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بشواهده دون قوله فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وهذا إسناد ضعيف. وهكذا في كل مورد جاء ذلك ضعف ماذا؟ قبل أصل الحديث، وأن رسول الله قال: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولكن لم يقبل أنه قال: إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ولماذا؟ لأنه واقعا يعرف أنه إذا تم هذا المقطع وهذه الفقرة من الحديث تمت، واقعا تفتح آفاق مهمة في منظومة المعارف الدينية والسياسية. طيب سمعت السيد، لو يعني أدخل عليك بالسؤال فقط فيما يتعلق بهذا، عندما يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنهما تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، نعم، هل هذا يعني الافتراق؟ لكن لا يدل على عدم الافتراق، لا يدل على عدم الافتراق، ولكن لا يدل، نعم، شو احنا الان مهم انه نريد ان نرى ان رسول الله قال لا يفترقان او لا، نعم ارجع اليهم ولعلهم يفترقان. اذا لم يذكر ذلك لا يوجد عندنا دليل على عدم الافتراق. هو التفت، إذا قلنا ذلك هناك آثار، معطيات، دلالات ضخمة تترتب على عدم الافتراق، ولذا حاول ماذا؟ أن ينكر هذا المقطع. طبعا مو هو، ابن تيمية حاول، هذا الاتجاه عموما حاول ماذا؟ أن ينكر هذا المقطع. واكتفوا بحديثه بالصيغة الواردة في صحيح مسلم الذي لا يوجد فيها عبارة ماذا؟ وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا كلام من؟ كلام العلامة شعيب الأرنؤوط. أين كلامه أعزائي؟ في مسند الإمام أحمد، التفتوا لي أعزائي، في مسند الإمام أحمد، التفتوا لي أعزائي هذه الطبعة، الطبعة الثانية سنة 1429 من الهجرة، التفتوا لي هاي الطبعة الثانية. هسه الطبعة الأولى متى؟ لعله قبل 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات، لا أعلم. المهم الطبعة الثانية تقع في 1429. هذا كلام من؟ كلام المحقق شعيب الأرنؤوط. أؤكد هذه الحقيقة لماذا؟ لأنه كثير ممن لا يعلمون واقعا، من أهل الجهل ليس من أهل العلم، أو ممن يعلمون ولكنه يوهمون أن شعيب الأرنؤوط بقي على هذا الرأي من غير تبدل، مع أن الإنصاف أن الأمر ليس كذلك. فإن شعيب الأرنؤوط في كتبه اللاحقة وتحقيقاته اللاحقة رفع اليد عن تضعيف هذا المقطع وهذه الفقرة، وقبل بصحة هذا المقطع، وهذه نقطة أساسية. التفتوا لي، لأنه قد يقول قائل: سيدنا بعض المتقدمين صححوا أما المتأخرون لم يصححوا. الجواب كلا وألف كلا، فإن شعيب الأرنؤوط والعلامة الألباني وغيرهما من الأعلام، هؤلاء صححوا حديث الثقلين الوارد بصيغة كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أين قال ذلك؟ التفتوا لي أعزائي، هذا كتاب الجامع الكبير سنن الترمذي، تأليف الإمام الحافظ الترمذي، المتوفى 279 من الهجرة، تحقيق أيضا شعيب الأرنؤوط، الرسالة العالمية. التفتوا لي أعزائي،
ذيك كانت الطبعة الثانية سنة 1429، فلعله إذن ماذا مرتبطة بعشر سنوات. هذه الطبعة الأولى سنة 1430 من الهجرة. إذن هذا الرأي يعد ماذا؟ رأي يتأخر، أحدث من ذلك الذي صدر في مسند الإمام أحمد. ماذا يقول الإمام أو العلامة شعيب الأرنؤوط في هذا المجال؟ التفتوا لي جيدا، الرواية نفس الرواية، التفتوا، عن زيد بن أرقم كما كانت في مسند أحمد، قال قال رسول الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله، حبل ممدود وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. التفتوا، العلامة شعيب الأرنوط في الحاشية يقول حديث صحيح من حديث زيد بن أرقم. إذن صححه بأجمعه بما فيه هذه الصيغة أو هذا المقطع، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض.